أهلا بكم من جديد، ونتحول بكم إلى تفاصيل هذه الأنباء، حيث أعلنت هيئة الرؤية الشرعية خلال اجتماعها اليوم أن غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن يوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر لعام 1437 من الهجرة الموافق السادس من شهر يوليو لعام 2016 ميلادية. وكانت الهيئة قد اجتمعت مساء اليوم بمقر معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة رئيس هيئة الرؤية الشرعية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس المحكمة الدستورية التماسا لرؤية هلال شهر شوال. بيان من هيئة الرؤية الشرعية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد اجتمعت هيئة الرؤية الشرعية مساء اليوم الاثنين 29 من شهر رمضان لسنة 1437 هجرية الموافق 4 من شهر يوليو 2016 التماسا لرؤية هلال شهر شوال لسنة 1437. ولم يثبت شرعا رؤية الهلال هذه الليلة، وبناء عليه فيكون يوم غد الثلاثاء هو المكمل للثلاثين من شهر رمضان المبارك، ويكون يوم الأربعاء السادس من شهر يوليو 2016 هو أول شهر شوال ويوم عيد الفطر السعيد. وتغتنم هيئة الرؤية الشرعية هذه المناسبة الكريمة لتتقدم إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء ولا جميع المواطنين والمقيمين كافة وإلى أمتنا العربية والإسلامية بأجمل التهاني وأصدقها وأسمى التمنيات وأخلصها، ضارعين إلى المولى القدير أن يعيد على الجميع أمثال هذه المناسبة الكريمة أعواما عديدة وأزمنة مديدة باليمن والخير والبركات، وعلى وطننا العزيز بمزيد من التقدم والسودد. المستشار يوسف جاسم المطاوعة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار إسحاق حسين ملك الكندري وكيل محكمة التمييز، المستشار صالح رشيد ركدان وكيل محكمة التمييز، وكل عام وأنتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسعدني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أن أرفع إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أسمى آيات التهاني والتبريكات بالعيد السعيد، داعين الله أن يديم على سموه نعمة الصحة والعافية، وأن يشمله برعايته وتوفيقه، وأن يحقق على يديه سموه آمال الوطن والمواطنين. كما أتقدم في هذه المناسبة بخالص التهنئة إلى سمو ولي العهد الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله والقيادة السياسية، وإلى الشعب الكويتي الحبيب وإلى الأخوة المقيمين، داعين الله سبحانه أن يوفق الجميع لما فيه خير هذا الوطن وتقدمه وازدهاره، وأن يعيد عليهم وعلى الأمتين العربية والإسلامية هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات، إنه سميع مجيب الدعاء. وبهذه المناسبة ترفع وزارة الإعلام أطيب التهاني إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله وأدام عليهم مفر الصحة والعافية. كما تهنئ الوزارة كافة المواطنين والمقيمين والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر السعيد، داعية الله عز وجل أن يتقبل الله صيامنا وقيامنا ويتم نعمته على ربوع وطننا العزيز.